السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الصف الثاني الابتدائي مع قناة ميس مي أو مي نت. مي نت زي ما ظهر لكم على الشاشة كده، عشان اللي مش عارف يجيب اسم القناة. احنا قناتنا اسمها مي نت مي نت، لحد ما حد يقترح عليا اسم كويس كده هكتبه بإذن الله. النهاردة هنكمل مع بعض منهج كونكت بلس، وأنا قلت لكم أنا بشرح من كتاب ماي تيتشر. تعالوا بقى، بس قبل ما نبدأ المنهج هقول لكم، قبل ما نبدأ النهاردة الليسون بتاع النهاردة هقول لكم كام حاجة. احنا خلاص الدنيا بدأت تسرع بينا جدا 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 عشان نروح لأجازة نص السنة. تمام، أجازة نص السنة خلاص تقريبا 6/2، ومعنى كده ان المناهج هتخلص قبل 6/2، يعني هتخلص على الأقل مثلا 25/1 زي كل سنة. تمام، لحد دلوقتي الكلام ده لحد دلوقتي بيتقال التواريخ دي. بس انا عايزة افهمك حاجة، الناس اللي هي يعني معنى كده ان احنا لازم نخلص الترم بسرعه بسرعه بسرعه، يعني لازم نذاكر كل يوم جدا ونحفظ كلمات ونذاكر الماس ونذاكر عربي ونذاكر حساب ونذاكر بسرعه بسرعه كل يوم، ما نفوتش ولا لحظه. بس طبعا مش هقول لك ذاكر كل اليوم، لا، عشان ما تزهقش ذاكر، ظبط لنفسك مواعيد معينه، ظبط لنفسك ساعه ساعتين 3 ساعات حسب ما بتخلص مذاكرتك وحسب ما تستوعب. تمام، الحاجة التانية بقى، الناس اللي بتقول احنا ما عندناش امتحانات، الناس بتوع سنة تانية، عايزة اقول لك دي معلومة خطيرة جدا جدا الكلام اللي انت بتقوله ده. ليه بقى؟ لانك اوكي ما عندكش امتحانات في سنة تانية، بس لو ما ذاكرتش ومخلصتش المنهج مش هتعرف تشتغل سنة تالتة، مش هتعرف تشتغل سنة رابعة، مش هتعرف تشتغل السنين دي كلها، عشان كل سنة واقفة على السنة اللي قبلها، كل معلومة واقفة على المعلومة اللي قبلها. يعني خلاص اما تيجي توصل مثلا لسنة رابعة اما تبدأ تاخد امتحانات، خلاص مش هتاخد اللام الشمسية واللام القمرية اللي خدتها قبل كده، بس هيجي يقولك طلعها. تمام، مش هتيجي تاخد الشرح الهاندرد والاديشن والحاجات دي، بس هيجي يقولك حلها. تمام، مش هيشرحها لك تاني بس هيقولك حل. مش هتاخد كلمات انجليش مثلا احنا خدناها السنة دي، بس هتقابلك في سنه رابعه مش هتعرفها. فدي يعني اوعى تعتمد ابدا على الفكره دي، لان الفكر اللي انت يعني لو فكرت كده انت كده بتضيع نفسك جامد جدا جدا جدا. فعلشان كده انت لازم تذاكر سنه تانية حتى لو ما عندكش امتحانات، وتذاكر كويس جدا 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 وتكسب معلومات كتيره جدا من الترم الاولاني قبل ما ندخل على الترم الثاني. وخلي بالك في كمان تقديرات او تقييم بيقولوا بينزل في المدارس، فلسه هنتاكد من المعلومه دي وان شاء الله هقول لكم عليها، سواء في تقييم فعلا للمدارس ولا مفيش تقييم في المدارس. احنا دلوقتي كنا علينا ليسون 6 في يونت 2، هناخد ليسون 6 وان شاء الله ناخد ليسون 7 علشان نبدا بالفيديو جديد ليونت 3. وخلي بالك كل يوم هينزل لك فيديو، كل يوم سواء في العربي او في الناس او الانجليش، علشان خاطر نخلص المنهج مع بعض. فحاول ما تخليش حاجه متراكمه عليك. يلا ناخد بقى دلوقتي، هناخد ليسون 6 كله بيتكلم عن فونكس ل 3 ليترز، عن بيتكلم عن الاو دبل او الاو مع بعض، وبيتكلم عن الاي اما يجي وراها دبل ال، يعني اي واتنين ال وراها، وكمان بيتكلم عن الدبل اي يعني اتنين اي مع بعض. ده ليسون 6 بيتكلم. طيب ليسون 6 بيقول لو الاو اتنين او دبل او اسمها دبل، يعني ما يبقى فيه اتنين مع بعض يبقى اسمها دبل. دبل او اما يجوا مع بعض تتنطق ازاي؟ انا عارفه ان الاو ضم بقي، بضم بقي. تمام، طيب اما يجي الاثنين او مع بعض يا ترى بعمل ايه؟ يلا نشوف كده الفرق في النطق. هنا هنقول كلمه فوت فوت فوت. خلي بالك انا ضميت بقي بماده طويله شويه او بصوت طويل شويه، فوت، خليت دمي بقي ممدود لمده طويله شويه، يبقى فوت. بوك بوك وود وود وود. ايه السبب؟ السبب ان دول تو او او دبل او، مش او واحده بس. فهنقولهم تاني فوت بوك وود. تمام كده، يبقى عرفنا الاو. الاو معروفه ان هي دايما ضم البق، يعني لو مثلا جه بي وراها او كده وليكن تبقى نقول بو، لكن لما تيجي وراها دبل او بنطول شويه بنقول بو بوك. تمام، نفس الكلام فوت فوت وود وود وود، يعني خشب طبعا، وفوت يعني قدم. وعرفنا ان فوت لو الدبل او دي اتشالت وبقت دبل اي هتبقى معناها اهي
اقدام يعني قدمين مع بعض، ده الجمع يعني، دي مفرد ودي جمع. يلا ناخد بقى الايه اما يجي وراها دبل ال يعني 2 ال. الايه اما يجي وراها دبل ال الموضوع سهل جدا، بيضربوا الايه ويخلوها تتنطق زيها زي الاو. ايه ده معقول؟ اه يبقى الايه اما يجي وراها دبل ال بيضربوها وينطقوها زي الاو. يلا نشوف الكلام ده، ادي تي وراها ايه وراها دبل ال، يبقى المفروض كانت النطق تبقى مثلا نقول تل. لا غلط، لا عشان الايه الاثنين ال دول هيتفقوا عليها ويخلوها تتنطق كانها او، فهنقول طول 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 يعني طويل، وول 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 يعني حائط، بول 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 يعني كرة. طيب لو بقى عندي دلوقتي الاي بقى، الاي انا عارفه ان هي كسره بس خفيفه قوي، هخلي بالك عشان الكسره الثقيله قوي هي حرف الاي، فالاي كسره خفيفه شويه، فلما اجي اما تيجي الدبل اي مع بعض بتخليني بقى ساعتها اكسر، بس اكسر بتقل شويه زي كلمه ليه، عشان في دبل اي خلي بالك، لكن لو كانت اي واحده الكسره ما بتبقاش في النطق يعني ما بتبقاش تقيلة قوي، لكن هنا السبب ان فيه دبل اي يعني 2 اي. فيت فيت انا قلت هنا كسرت جامد عشان دي دبل اي خلي بالك. تري تري تري. جرين جرين جرين. تمام، دي ليسون 6 ودي الكلمات وده الفونكس اللي كنا بنتكلم عليه. يعني احنا خدنا فونكس دلوقتي دبل او مع بعض بيخليني امد شويه، يبقى بوك وود فود. لو عندي الاي وجي وراها دبل ال يبقى بتبقى تول. لو ايه وراها دبل ال بتتنطق كان الاي دي او، فبنقول تول وول بول سمول. كل ده ايه وبس وراها دبل ال هيخلي الاي تتنطق كانها او. بقول لك تول بول سمول سمول اللي هي صغير. عندي الاي، الاي معروفه ان هي كسره خفيفه مش تقيله قوي، بس عشان هنا في دبل اي فبكسر وبمد شويه، فنقول فيت تري جرين. الليسون ده كده ليسون 6 او الفونكس اللي موجود في ليسون 6. طبعا هنا في الكتاب بيقول لي اتس ا تول تري. خلي بالك ان الصفه دايما بتيجي قبل اسم الشيء، الصفه قبل اسم الشيء. اتس هنا طبعا هي اتس دي اللي هي ات وصاحبتها از، تمام، اللي هي عموما بتتقال على الحاجه اللي ما عندهاش عقل. طبعا التري حاجه ما عندهاش عقل، والات بتاخد از. ات از ا تول تري اللي هنا التول الات نطقت كانها او عشان جه وراها دبل ال، يعني بيقول على الشجره دي انها طويله. الهواء شديد جدا. هنا بعدها بنقول ادي اهو اتس برضو نفس الكلام اللي هي ات از. اتس ا سمول سمول، شايف الاي جه وراها دبل ال فعشان كده قلنا سمول سمول جرين بوك. سمول صغير، جرين اخضر، بوك كتاب. يعني طبعا البوك عنده ما عندوش عقل فعشان كده بنقول عليه ات از. ات از a small green book. وهنا جايب لي دلوقتي كلمه في الاسئله، في الاسئله ايوه wood foot book tall wall ball، طبعا عايز توصلها بالكلمات الموجوده دي. تمام، وادي هنا برضو جايب لك الكلمات بشكل تاني ملخبط، وانت ترتب الحروف بتاعها عشان تعمل لي مثلا هنا كلمه tall طويل. تمام، الليسون ده سهل جدا جدا، هو كله بيتكلم عن الفونكس للثري ستاتيوس ديت، عن الثلاث حالات ديت اللي هي الدبل او ودبل اي والاي وراها دبل ال. تعالوا بقى ندخل على ليسون 7 وده مهم جدا جدا عشان نخلصه وندخل على طول على يونت 3. ليسون 3 بيتكلم عن healthy or
unhealthy. healthy يعني صحي. عارف درس عادات صحية اللي عندك في العربي؟ هي كلمة healthy معناها صحي. لو قلت healthy food يعني الطعام الصحي. unhealthy. healthy معناها صحي. unhealthy محطينا اليو والان دي معناها غير صحي. خليت كلمة healthy هي healthy دي هي نفس كلمة healthy دي، بس الفرق بينها ان في كلمة unhealthy. un دي معناها خليتها غير صحي، دي عكس بعض. healthy unhealthy. تعالى بقى اول حاجة في درسنا دايما بنتعود نتكلم على ايه. اول حاجة بناخد الكلمات معانا. يلا نشوف الكلمات ايه هي بتاعت lesson 7. sport سبورت رياضة. نايت نايت. خلي بالك ان الجي والاتش هنا ما بيتنطقوش. الجي اما يجي وراها اتش وبعدها تي، الجي اتش ما بتتنطقش، فهنقول نايت ليل. ووتر ووتر. اثليت 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 يعني رياضي. اثليت. درينكس درينك درينكس مشروبات، لان هنا جمع، لو شلنا الاس هتبقى درينك بس اللي هي معناها يشرب. تمام. اكسرسايز اكسرسايز اللي هي تمرينات. فريندز اصدقاء، طبعا هنا برضو الاس جمع، لو قلنا فريند بس يبقى صديق. جيمناستكس جيمناستكس اللي هي التمارين الرياضيه، تمرينات رياضيه. فوتبول فوتبول كرة القدم. eat يأكل. do exercise do exercise يعني يقوم بعمل تمرينات او بيعمل تمرينات. watch 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 يعني يشاهد. السي اتش هنا بتتنطق زي تش. watch يشاهد. play يفعل. sleep ينام. drink يشرب زي drinks مشروبات. الاس ديت هي اللي خلت الكلمة دي noun وخلتها بمعنى مشروبات، لو شلنا الاس هتبقى drink اللي هي يشرب. يلا ناخد الادجكتيف او الصفات بتاعتنا. healthy healthy انت عارف ان صوت حرف الاتش بتنطق زي الهي بالعربي. healthy healthy يعني صحي. unhealthy unhealthy غير صحي. fit fit هنا الكتاب كاتبها غلط. fit معناها لائق لائق مش سريع، لكن سريع يعني fast. fit معناها لائق اللي هو حد رشيق يعني. تمام. يبقى هنا لو جبنا سريع لو هو عامل كلمة جديدة ليها يبقى كلمة fast خدناها قبل كده الدروس اللي فاتت. يلا بقى نعرف الدرس بيتكلم على ايه. الدرس عندي بيتكلم عن الهيلثي فود والانهيلثي فود. هيلثي قلنا صحي، طعام فود يعني طعام، طعام صحي. ايه الطعام الصحي اللي عندي؟ فيجيتابلز 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 اللي هي خضروات. فيجيتابلز. فروت فاكهة او فواكه. فروت فيجيتابلز فروت. طيب ايه هو الانهيلثي فود؟ الطعام الغير صحي او اللا صحي اللي هي كيك. الكيك مليانه شوجر مليانه سكر، فده طعام غير صحي كيك. شوجر خلي بالك ان هنا محدش يقراها يقول لي مش عارفه يقراها ازاي سكر، لا هي اسمها شوجر 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 يعني سكر. تمام. طبعا والكولا unhealthy food اللي هو اي حاجة فيها كولا او المشروبات اللي هي الصودا بيبسي والحاجات دي، ده كده unhealthy food. تمام. اسمها sugar. طيب زي ما احنا متعودين لازم كل درس يبقى فيه جمل او تعبير لازم نحفظه. زي مثلا عندي هنا اما اقول عايزة العب رياضة او هقوم اعمل رياضة اسمها do exercise do exercise. عايزة اشاهد التلفزيون watch TV. خلي بالك ان الجمل دي مش صعبة في حفظها لان هي عبارة عن الكلمات اللي انت لازم تحفظها اللي هي اللي احنا كنا بنقرأها دلوقتي. تمام. watch TV يشاهد التلفزيون. play او يشاهد التلفزيون. play sport play sport يلعب رياضة. drink water drink water يشرب مية. play basketball play basketball يلعب كرة السلة. basket احنا عارفين ان سلة معناها basket
يبقى هنا باسكتبول اللي هي كرة السلة، يلعب كرة سلة. sleep ينام for 10 hours every night. ال H هنا ما بتتنطقش، فبنقول 10 hours 10 hours 10 hours. H ما قلتش ها، قلت hours على طول، 10 hours every night. يعني بينام 10 hours، hours يعني ساعات، بينام 10 ساعات every night كل ليلة. ده طبعا حاجات healthy. eat cake، eat cake يأكل كيكة، طبعا دي unhealthy. تمام، هي ال 10 hour يعني ان احنا بننام 10 ساعات، هي المفروض ينام من 6 ل 8 ساعات. فانا مش عارف الدرس بقى ايه، ال 10 ساعات دي صح ولا لا، بس هي المفروض من 6 ل 8 ساعات عشان تبقى healthy. لكن اكتر 10 ساعات دي طبعا unhealthy بنسبة كبيرة، unhealthy ما ينفعش حد ينام 10 ساعات. طيب المهم احنا عرفنا ان دي جمل لازم نحفظها، الكلمة الجمل دي هي نفس الكلمات اللي ورا. do exercise, watch TV, play sport, drink water, play basketball, sleep 14 hour every night، بينام 10 ساعات وقلنا دي unhealthy. eat cake بياكل الكيك برضو unhealthy. يبقى احنا دلوقتي خدنا الكلمات الجديدة، وبعد كده خدنا الجمل اللي لازم نحفظها، وعرفنا ان في حاجة اسمها healthy food و unhealthy food. عرفنا ال healthy food اللي هو الطعام الصحي اللي هو ال vegetables والفروت، لكن ال unhealthy food الكيك والشجر. جينا بقى للجزء المهم جدا واللي هي الدايلوج اللي بيبقى موجود في اي lessons موجود معايا في منهج connect plus، ومنها كمان بنطلع الجرامر. يعني احنا دلوقتي هناخد محادثة وفي نفس الوقت هنطلع جرامر من المحادثة دي. يلا نبص مع بعض نشوف اول سؤال. طبعا المحادثة ياريت انت ومامي يعملها، او انت واخوك، انت مثلا تاخد اللي باللون البينك ومثلا هو يبقى اللي هو باللون فايلوت ولا اللون البلو حاجة كده يعني. المهم يلا نشوف بيقول ايه. البنوتة دي بتسأل الولد ده اسئلة وهو بيجاوب عليها. يلا نشوف. اول حاجة بتقول له Are you healthy? Are you healthy? انا دايما متعودة ان ار بتيجي بعد الزاي وبعد الوي وبعد اليو، لكن ار تيجي في اول الكلمة. يلا نقول الاغنية مع بعض. Are وis وam ومعاهم do وdoes، فاول السؤال معناهم هل، والاجابة بيس او نو. وما تنساش التبديل، نقولهم تاني. Are وam وis في اول السؤال معناهم هل، والاجابة بيس او نو. وما تنساش التبديل. يعني هنا يمس ار جت في اول السؤال يبقى معناها هل. هل يو، هل انت هيلثي؟ قلنا هيلثي معناها انت صحي، هل انت جسمك صحي؟ فالولد ده بيلعب رياضة واضح عليه جدا، فراح قال لها يس. ما احنا قلنا هي هل ار بتيجي في اول السؤال معناها هل، والاجابه بيس او نو، مفيش اجابه تاني. اول ما تشوف ار في اول السؤال او از او ام او دو او داز او كان في اول السؤال على طول دي معناها هل، مفيش اي اجابه غير تقول لا اما يس لا اما نو. تمام، فالولد هنا قال يس، هو شايف نفسه ان هو صحي فقال يس. يس يعني نعم. طيب ايه ما تنساش التبديل دي يعني ايه؟ يعني بنيجي عند ار بنشوف الكلمه اللي وراها اسمها ايه، يو. تمام، ار يو هنبدلها، فالمفروض هتبقى يو ار، يعني ار جايه الاول ويو جايه الثاني، هتبقى يو ار. بس انا عايزه اقول لك معلومه، اما اجي اسالك هل انت احمد هتقول لي نعم انت ولا نعم انا احمد؟ هتقول لي نعم انا، فده معناه ان كلمه انت في السؤال بتتحول للاجابه لانا. نفس الكلام في الانجليش، يو في السؤال اما تبقى موجوده في السؤال، ما هو ده اسمه سؤال ودي كويتشن مارك يعني علامه استفهام، يو في السؤال هتنزل للاجابه لاي، بس طبعا الاي ما بتاخدش ار، فهتبقى اي بتاخد صاحبتها ام، فعشان كده قال يس اي ام. طب لو كان مثلا موجود هنا ار they، ده سؤال مثلا، اوكي، فما اجي اقول ما تنساش التبديل هنبدل، هتبقى الار زي الار جايه الاول بعدين زي، يلا بدلها تبقى زي الاول وبعدين ار، تبقى زي ار. طب مش هنغير حاجه في زي؟ لا مش هنغير، هي يو اللي لما بتيجي في السؤال لا اما بتتبدل لكلمه اي لا اما بتتبدل لكلمه نحن، لو انت لان خلي بالك ان يو معناها انت
ممكن تيجي على انت، انت بس مفرد، ممكن تيجي على انها معناها انتم، فلو جت بمعنى انتم وبنتكلم مجموعه فبتنزل لوي، يبقى هي يو بس. اما بتيجي في السؤال بتتبدل في الاجابه على طول لاما لاي لوي، لو بكلمك انت لوحدك هتبقى هتنزل لاي، وطبعا اي بتاخد ام، لكن لو بكلمكم مجموعه هتنزل لوي وي بتاخد ار. يبقى نقول تاني، ار في اول السؤال معناها هل والاجابه بيس او نو، وما تنساش التبديل، فانا عرفتك دلوقتي ليه قال اي ام. يبقى ار يو هيلثي، هل انت صحي؟ راح هو جاوب قال لها يس اي ام، نعم انا صحي. What do you do? What do you do? What do you do? What هنا ال H دي silent. What do you do? ماذا؟ What معناها ماذا؟ دي أداة استفهام بمعنى ماذا. What do you do? ماذا أنت تفعل؟ راح قال لها I، هو طبعا بيتكلم بيتكلم مع نفسه، فبيقول أنا بلعب رياضة أو أنا بعمل تمارين. I do exercise، أنا بلعب تمارين او بفعل تمرين. يلا نشوف دو، نفس الكلام زي ار بالظبط. يلا احنا قلنا ار في اول السؤال معناها هل والاجابه بيس او نو، وما تنساش التبديل. يلا نقول كلام نفس الاغنيه دي، هنقولها على دو داز. دو داز في اول السؤال معناها هل دو، وما تنسى والاجابه بيس او نو، وما تنساش التبديل. دو هنا جت في اول السؤال يبقى معناها ايه؟ هل دو يو يوجوالي ايت هيلثي فود؟ دو يو برضو خلي بالك يو هي جت في السؤال، يبقى هتنزل في اجابه لمين؟ لاي. دو يو يوجوالي ايت هيلثي فود، هل انت عاده ايت بتاكل هيلثي فود طعام صحي؟ فهو طبعا ما دام بيلعب دو اكسرسايز، مدام بيعمل تمارين، فاكيد هو بياكل طعام صحي. فقال لها يس، ويو نزلت في السؤال في الاجابه الاي، يس اي، والاي هنا بتاخد دو. طب ليه ما خدناش اي بتاخد ام؟ علشان الام والاز والار دول اخوات، اما بيتبدلوا مع بعض، لكن الدو والدز اخوات، فما بيتبدلوا مع بعض. وانا عارفه ان الاي هي اللي بتاخد الدو، ما هي مين اللي بياخد الدو؟ الاي، الذي، الوي، اليو، والاسم الجمع. لكن اختها دز بقى، فاكر عارفين اختها دز؟ دز مين اللي بياخدها؟ الهي والشي والات والاسم المفرد. اوكي، فعشان كده قال هنا يس اي دو، ايوه انا بعمل باكل ايت هيلثي فود. هاو اوفن، كم مره؟ لو ما اتفرجتش على الحلقه اللي فاتت اللي انا هحط لك اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، اتفرج عليها عشان احنا شرحنا فيها هاو اوفن دي. هاو اوفن معناها كم مره، كم مره، التي هنا سايلنت خلي بالك. هاو اوفن، كم مره دو يو دو اكسرسايز، كم مره انت بتعمل تمارين؟ يعني ممكن لو عندك اذاعه في المدرسه حلوه قوي الدايلوج ده تعمله مع اي حد. سالته هاو اوفن دو يو دو اكسرسايز، كم مره بتعمل تمارين؟ قال لها اي دو اكسرسايز افري داي، كل يوم. اي دو اكسرسايز افري داي. تعال بقى نبص الديالوج التاني مع ولد باين عليه جدا ان هو ما بيعملش اي تمارين، دونت دو او دونت دو اكسرسايز، ما بيعملش تمارين. يلا نبص، از هي هيلثي؟ هي بقى اللي بتسأل. إز تاني، أم وإز وآر في أول السؤال معناها هل، يبقى إز هنا جت في أول السؤال معناها هل، والإجابة بيس أو نو، ما تنساش التبديل. أوكي، إز هي هيلثي، هل هو هيلثي؟ يلا قول لي بقى أنا إز في أول السؤال معناها هل، الإجابة بيس أو نو، طبعا ده هيلثي يبقى نو. طب يلا ما تنساش التبديل، إز هي، إز جت في الأول وهي جت في بعدها، يلا بدل تبقى كده هي إز، هي اللي هتيجي الأول بعدين إز. بس أنا عايزة أقول لك حاجة، إن نو أما تيجي لازم في الآخر نحط كلمة نوت اللي هي إن أو تي، ساعات بنشيل الأو ويكتبها إن وفاصلة فوق كده أبصرف وتي، فبنكتبها جنب الإزنت، طب تبقى نو هي إزنت. عرفت إيه اللي بعد إز دي؟ مادام في نو يبقى لازم أحط كلمة نوت، أو ممكن أشيل الأو وأكتبها إن أبصرف تي، يبقى قال نو هي إزنت. What does he eat? What does he eat? ماذا هو يأكل؟
خلي بالك بقى، بص داز ما دام كتبت داز بتاخد الاس من الفعل. انا عارفه ان الهي والشي والات لو خدت فعل بتاخد الفعل باس، طبعا الكلام ده في حاله عدم وجود الام والاز والار، لان الام والاز والار بتجبرني ان انا اخد فعل باي ان جي. لكن لو مفيش ام واز وار هختار، طبعا لو عايز تعرف الكلام ده، الكلام ده موجود في حلقات كورس تاسيس الجمل، وموجود في حلقات من حلقات كونكت بلس، بس مش فاكره بصراحه اي درس انا شرحتها، بس مش فاكره الرقم ليسون يعني. What does he eat؟ ماذا هو يأكل؟ الداز ما دام اتكتبت تاخد الاس من الايد، بس لما بتيجي بتنزل في الاجابه بنكتب الاس زي ما هي، فهنقول he eats. خلي بالك بص كتبنا الاس ازاي، هو يأكل a lot of sugar، كثير من lot of كثير من sugar سكر and cake وكيك، بياكل سكر وكيك كتير. Does he do exercise؟ هل هو بيعمل تمارين؟ does في اول السؤال معناها هل، والاجابه بيس او نو، ما تنساش التبديل طبعا ده نو نو. يلا does he بدلها، does جايه في الاول وهي جايه في الثاني، يبقى هي اللي هتيجي في الاول والdoes هي اللي هتيجي في الثاني، يبقى نو هي does. بس ما دام في كلمه نو يبقى لازم احط في الاخر كلمه ايه؟ not، اللي هي اشيل الاو واحط مكانها ابوصرف كده وتي، فقال لي نو هي doesn't. تمام، هو هنا بيقول لك هنعمل ايه المفروض عشان نبقى هيلثي. المحادثات دي بقى انا عايزاك انت ومامي او انت وبابي او انت واخوك او انت واختك، انت مره تقرا وهو يرد عليك، او هو مره يسالك وانت اللي ترد عليه، وشوف كده عن نفسك ايه. عشان نبقى هيلثي بيقول لك وي ار healthy، احنا healthy. لازم علشان نبقى healthy we usually drink water، احنا لازم عادة نشرب مية، drink water نشرب مية. we always eat vegetables and fruit، احنا دايما لازم ناكل vegetables and fruit خضروات وفاكهة. we do exercise، لازم نعمل exercise تمارين. we never never ابدا ابدا never، خلي بالك never اللي احنا كانت ما كانتش واخده ولا سيركل في شرح الفيديو بتاعها، اتفرج عليه انا هحطهولك تحت في صندوق الوصف. وي نيفر يعني معناها ابدا ايت شوجر، احنا ابدا ما ناكلش شوجر ابدا سكر. وي يوجوالي سليب، احنا عاده بننام 10 اورز افري نايت. هو هنا في الدرس قايل ان ال 10 اورز العشر ساعات حلوه قوي للنوم يعني، ويعتبر هيلثي، فاحنا ماشي هنقول له ماشي. بس يعني الكلام دوت يعني خلي بالك عشان يعني ما تحاولش تنام اكتر من 10 ساعات. يبقى we usually sleep، بينام 10 ساعات every night، كل ليله بينام 10 ساعات عشان يريح جسمه. لو حاولت تنام من 6 ل 8 ساعات احسن بكتير، بس دماغك هنا بيقول لنا 10 ساعات 10 hour، اسمها الاور، الاتش هنا ما بتتنطقش، يبقى 10 hour عادي. هسيب لكم شويه الاسئله بتاعه الدرس عشان نحل عليها. تمام، طبعا احنا هنقرا الجمله ونشوف. يعني اول واحده مثلا بيقول لي اي جوالي درينك ووتر، هندور على الصوره اللي فيها درينك ووتر، اهي جلاسز اوف ووتر، نشرب ميه. تمام، ايت فروت، ناكل فاكهه، فين اللي فيها فاكهه؟ فروت اهي. يعني هنقرا الجمله ونوصلها بالصوره. تمام، وجايب لي برده زي القطعه اهي، المفروض نقراها ونعمل true or false. تمام، جايب لك برضو انا يعني حاولي وقفوا الشاشه وخدوا سكرين شوت وابداوا حلوا اللي معهوش الكتاب. هنا في rearrange اللي هو الترتيب. تمام، هنا دلوقتي بيقول لك fit يعني رشيق او لائق، is and داليا healthy، بيقول لك ابدا بداليا، فاقول طبعا داليا بتكون رشيقه وصحيه. داليا is fit and healthy، داليا is fit and healthy. هنا السؤال اللي احنا كنا بنقول عليه نبدا بدو، يلا do you، do you، هل انت eat healthy food، هل انت بتاكل healthy الاول food، يعني healthy food طعام صحي، healthy food healthy food. شي نبدا بيها، عايزين نقول تفعل تمارين او بتعمل تمارين، يبقى شي داز اكسرسايز ا لوت اوف اكسرسايز، شي داز لوتس اوف اكسرسايز، شي داز لوتس اوف اكسرسايز. هنا اي
eat. لا هو هنا كاتب نيفر، يبقى هو عايز يقول انا ما باكلش ابدا. طبعا الكلام دوت مش صح ان احنا ما ناكلش، يبقى I never eat. I never eat، انا مش باكل ابدا vegetables and fruit. طبعا الكلام ده غلط، احنا لازم I always، لكن هنا قال لي استخدم never، يبقى اللي هو بيكلم عن نفسه بيقول انا ما باكلش ابدا. I never eat vegetables and fruit. اللي بعدها she always، she always drinks. لا سوري، هنا drinks معناها مشروبات، لكن has معناها عندي، عايزين نقول هي عندها مشروبات صحية او هي دايما، يبقى she always has. انا كنت شايفة بس has، she always has healthy drinks. healthy drinks زي healthy food، مشروبات صحية، زي healthy healthy drinks في مشروبات صحية، لكن healthy food طعام صحي، و has معناها عندي، يبقى بنقول she always has، هي عندها always او never او sometimes او الكلام ده كله بيجي بين الضمير والفعل. طبعا she دي ضمير، الفعل هو has معناها عندي، يبقى she always has healthy drinks. healthy drinks يعني مشروبات صحية. healthy drinks. تمام، ده كده الجمل للترتيب للدرس. ليسن 8 اخر ليسن في يونت 2، يلا نكمله بالمره عشان نبدا من بكره ان شاء الله يونت 3. هنا being fit and healthy. being يعني عشان تكون او تكون fit لائق and healthy وبصحه. هناخد حاجات بنعملها دلوقتي علشان نكون ب fit and healthy. يلا الاول نشوف الكلمات. fresh air، fresh air هواء نقي. sleep ينام. hands اللي هي الايد، ايدينا الاثنين طبعا، اس هنا اس الجمع. heat hands sorry يدين. teeth اسنان، لو خليناها او بالاثنين او تبقى التوز سنه واحده بس. hours ساعات. hours انا ما نطقتش الاتش. food طعام. sunshine sunshine اللي هي أشعة أو شروق الشمس أو أشعة الشمس. wash يغسل. play يلعب. drink يشرب. do clean. eat do do يفعل، دايما احنا واخدينها do exercise يفعل تمرينات. clean ينظف. eat يأكل. sleep ينام. need يحتاج. هنا في شوية حاجات احنا هنحتاجها علشان نبقى fit and healthy، رشاق وكمان بصحة جيدة. تعال نشوف الجمل اللي احنا لازم نستخدمها. اول حاجة بيقولك wash اغسل. wash your hands اغسل ايدك. wash your hands. do exercise يعني كلمة exercise ما تكتبش معاها كلمة play، اكتب معاها كلمة do، تعمل تمارين او does طبعا حسب لو انت بتستخدم he و she و it او اسم مفرد هتاخد does، لكن لو بتاخد I و we و they و you اسم جمع هتاخد do. wash your hands اغسل ايدك. do exercise تفعل تمارين او بتعمل تمارين. clean your tools your teeth تغسل سنانك. clean your teeth تغسل سنانك. طيب ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نبقى بصحة جيدة؟ كل الحاجات دي طبعا احنا نعمل تمارين ونغسل ايدينا و clean your teeth نغسل سناننا. كمان drink water نشرب مية. play with friends نلعب مع اصدقائنا عشان هناخد اشعة الشمس. eat healthy food ناكل طعام صحي. play with friends نلعب مع اصدقائنا. eat healthy food ناكل طعام صحي. sleep 10 hours a day ننام 10 hours 10 ساعات a day خلال اليوم. wash fruit نغسل الفروت and vegetables نغسل الفروت والvegetables قبل ما احنا نعمل eat قبل ما ناكلها. طيب بص السؤال بقى، نحفظ السؤال ده. what do we need to be happy. what do we need. need يحتاج. ماذا نحن نحتاج to be happy عشان نبقى مبسوطين ونبقى fit. fit يعني لائق او رشيق and healthy وبصحة جيدة. يلا نشوف ايه بقى. we need احنا بنحتاج. need دي انا شرحتها قبل كده وقلت لك في فرق بين كلمة need و want. need معناها حاجة ضروري جدا، يعني لو ما عملتهاش
استخدمها، لو ما عملتهاش ممكن اتضر فيها. تمام. وي نيد سانشاين، احنا محتاجين ضروري جدا نستخدم السانشاين اللي هو اشعه الشمس، اند فريش اير والهواء النقي. طبعا لازم عشان نبقى سعداء وكمان عشان نبقى بصحه جيده ان احنا ناخد السانشاين اشعه الشمس والفريش اير ونشم هواء نقي. السانشاين ده فيها فيتامين دي مهم جدا 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 للعظام، للبون بتاع الجسم. طب what do we need to be happy، ماذا نحن نعمل كمان عشان نكون محتاجين ايه؟ need to محتاج الى علشان نكون happy. happy يعني سعيد. we need healthy food، احنا محتاجين ناكل طعام صحي. هي ده الدرس، الدرس خالص بتاع lesson 8. احنا دلوقتي عايزين بنعمل حاجات عشان تبقى صحية. الليسون ده ليسون 8 مرتبط جدا بليسون 7 ونفس الكلمات تقريبا، بس هو الفرق ان في سؤالين مختلفين زي what do we need to be happy، ماذا احنا بنحتاج علشان نكون happy سعداء. احنا بنبقى محتاجين ايه؟ we need to sunshine اشعة الشمس and fresh air، وكمان need to healthy food طعام صحي. بفكرك تاني ان انا ما قلت exercise ما قلتش بلاي، انا قلت do exercise، ممكن do وممكن does. do لو انت بتستخدم الضمير I we they you او الاسم الجمع، لكن does لو بتستخدم الضمير he she it او الاسم مفرد. تمام. بصي هنا السؤال اهو ده، what do you need to be happy، ماذا انت need to يحتاج الى need to يحتاج الى to be happy عشان تكون سعيد. I need to، I need ايه بنحتاج ايه؟ اول حاجة بنحتاج I need sunshine. sunshine اشعة الشمس موجودة في الكلمات في الدرس. I need healthy food، healthy food طعام صحي. I need fresh air، fresh air هواء نقي. الكلمات دي كلها خدناها في الدرس بس انا حفظتها وانت لسه ما حفظتهاش. تمام. اوكي هنشوف هنا طبعا جايب لك sleep water sunshine اهي اشعه الشمس، friends اصدقاء، healthy food طعام صحي. يلا نحل. طيب مع ده طبعا توصيل، نحل الاخير ده مع بعض. wash your، wash اغسل your، الدبليو اي بتتنطق وا وا مش وا و. wash your hands بتغسل ايدك، wash your hands. clean your teeth، clean نظف your teeth. play with friends العب مع اصدقائك. sleep for نام for، نام ايه؟ for 10 hours a day 10 ساعات خلال اليوم. تمام اهو برضو جايب لك صوره وانت بتختار هنا بيعمل ايه، كلين ولا واش. طبعا مادام في يور هاند يبقى بنغسل ايدينا مش بننظف ايدينا، اسمها واش. تمام. الفيجيتابلز هنا بتبقى هنا بتعمل لها واش مش درينك، مش بتشرب الفيجيتابلز، فيجيتابلز يعني خضروات. طب هنا مع اصحابنا يبقى بنلعب بلاي ويز فريندز، هنا eat healthy food. طيب هنا بقى بص دي كلمة exercise اللي انا كنت بقولك عشان ما تقعش فيها، do ولا play، اسمها نعمل تمارين مش نلعب بالتمارين، نعمل تمارين يبقى do exercise. طبعا هنا بعدها اهو ده امتحان على اليونت عشان برضو اللي عايز يحله مع ابنه وقف الشاشة خد سكرين شوت. تمام انا كده خلصت اليونت كلها. طبعا في قصه هنحاول نبدا فيها ان شاء الله المره الجايه مع يونت 3. يونت 3 هنعمل الفيديو على مرتين عشان يعني نحاول نخلص في المنهج لان هما 6 يونت. فانا كده خلصت، شكرا لكم جدا، ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وهسيب لكم ان شاء الله في الرابط كل حلقات الانجليش عشان الناس اللي بتدور على الحلقات كلها. وخلاص مش عايزه اقول لك حاجه تاني، شكرا ليكم جدا ويا ريت تنشروا الفيديو عشان لو في ناس محتاجين الفيديو ده قبل ما الترم يضيع مننا. شكرا ليكم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.